لو الحكاية فيها إن فيديو. الأصل إن الأغاني إن كانت أغاني تحتوي على صور إباحية ورقص وهذه الأشياء فهي حرام، إن كانت تحتوي على ألفاظ فيها مخالفات عقدية فهي حرام، إن كان ليس فيها صورا إباحية وليس فيها ألفاظ تخالف العقيدة فليست حراما، والأولى تجنبها في رمضان لأن رمضان شهر القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن.